شهر الخير والبركة رمضان وشهر المحبة والألفة الناس مع بعضها. يعني إنه يعني أجواء رمضان أجواء كتير حلوة وجمع العيلة مع بعضها، وهذا الصيام هيك هدوء للنفس، تعرف الفقراء تحس فيهم، تعطف عليهم. هو الحكمة من الصيام إنك ما بتكثر أكل، إنك تجوع حتى تحس بالفقراء. بنرحب بيك معنا في واضح، وعايزين نسألك بدأت تستعد لرمضان؟ اه بدأت الحمد لله، وجبت حاجات رمضان كلها الحمد لله، وبدأت برضه على في الزينة وكده بتاعت رمضان. ضروري تحضراتكم رمضان، ندير مثلا شباكيات له. هو الحقيقة أنا هستعد بس أنا مسيحي. طب ايه روتينك خلال الشهر؟ انا دكتور للاسف، فروتيني انا بنزل المستشفى والمكان اللي شغال فيه، فعيانين يا مكان في حاجه طبيه يعني، بس فالموضوع بيبقى صعب شويه، الكافيتريات بتقفل، كلنا بنبقى لا عارفين ناكل ولا نشرب، بلس ان احنا اصلا بنبقى صايمين في الوقت ده يعني. بس هو رمضان ليه رونق كده، ليه جو الشارع، وانت مروح بالليل بالذات بيبقى في ناس عايشه بالليل، لكن في اغلب الاوقات انت بتبقى مروح من شغلك الدنيا ميته خالص، رمضان بيبقى فيه نشاط. كل اليوم تقريبا الساعه 11 نجي للشغل، نعم، وورا صلاه العصر يعني يصير تقريبا الساعه 4 ونص او 5 نرجع للبيت، مرات نبدل الاكل، ناكل اكل جيراننا، واحنا نهم نحول اكل لجيراننا يعني هيك. كم دون وجدوا عشان بريباري والفطور وهكا، ومن ذاك الفطور ضروري خصنا نوزع شويه على الناس اللي كيكونوا بيوتهم على محتاجه، دونك كنساليو فطور هكا تنمشيو عشان يصليو صلاه التراويح وهكا كنساليو. هذا هو البروغرام اللي تنديرو في رمضان. ايه اطباقك المفضله في رمضان؟ بصراحه مكرونه بشاميل والرقاق وحاجات بلح باللبن وبلح عادي، وطبعا بس هو ده بيبقى اطباق مفضله، والحاجات المشويات. والله اهم شيء التمر، التمر واللبن يعني، واي شيء موجود كله نعمه من الله سبحانه وتعالى يعني. والله هو التمر والمرق واللحم، هو الدولمه وهاي الشغلات. اطيب شيء الدولمه. اطيب شيء الدولمه، اي والله. والحلويات شو هي المفضله عندك؟ والله باقلاوه. باقلاوه؟ اي والله. حوت. ايه رايك في الناس اللي ما بتصومش في رمضان؟ طبعا بتضايق جدا جدا يعني، على قد ما اقدر برضه لو في حد من صحابي او حد اعرفه لا طبعا بنصحه وبكلمه في النقطه دي جدا، لان ده شهر ما بيتعوضش. كل انسان بنيه جسمه يعني، احيانا الناس بنيه جسمها انه تستحمل انه تصوم ما في اي مشكله، في ناس ما عندها قدره على الصيام، لا حرج انه الواحد انه لما بده يكون بالصيام انه يمرض، لا المفروض انه يفطر. ان شاء الله الله يهديهم يصومون ما يخسرون الدنيا والاخره. يعني ما يمكنش انك تدخل عند الناس وتقول لهم لا صوموا هذه وتفرض عليهم شي حاجه، حيت لا اكراه في الدين يعني، هذا اولا واخيرا. الانسان لازم دائما يكون مستقيم بحياته، مو بس به الشهر عباده على طول. ونتمنوا من الله تسهر لي زين ان شاء الله، يدخل علينا بالصحه والسلام وطوله العمر وبراحه البال. نبغي نقول شهر مبارك كريم على المغاربه كاملين، يدخل لهم بالصحه والسلامه وباش ما تمنوا.